بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم بإذن الله تعالى سنراجع الاختبار النهائي لمادة اللغة العربية الفصل الدراسي الثاني للصف الثامن. بسم الله. الآن هنا معنا سؤال النصوص الأدبية. اقرأ الأبيات التالية من نص حينما تكلم الجبل. مجموعة من الأبيات وتحتها مجموعة من الأسئلة. السؤال الأول: الغرض الشعري. حينما يسأل في الاختبار عن الغرض الشعري، يعني لماذا قال الشاعر هذه الأبيات؟ هل للرثاء؟ هل للمدح؟ هل للهجاء؟ هل للفخر؟ ما هو الغرض؟ ما هو السبب؟ الغرض الشعري الذي تناوله الشاعر في الأبيات السابقة هو غرض ماذا؟ الوصف. إذا احفظوا هذه الإجابة. قصيدة حينما تكلم الجبل الغرض منها الوصف. السؤال الثاني في قول الشاعر: وكم مر بي من مدلج ومؤوب. كلمتي مدلج ومؤوب بينهما تضاد. كلمة مدلج عكس كلمة مؤوب، المدلج الذي يسير في الليل والمؤوب الذي يرجع. السؤال الثالث: أين كان موقع الجبل كما تفهم من البيت الأول؟ وبما وصفه الشاعر؟ الآن البيت الأول هو: وقور على ظهر الفلات كأنه طوال الليالي مفكر، طوال الليالي مفكر في العواقب. الآن موقع الجبل، أين هو موقع الجبل؟ لاحظوا، وقور، وقور هنا هو يصف الجبل. أين؟ على ظهر الفلاه. إذا موقع الجبل على ظهر الفلاه أو في الصحراء، لأن الفلاه هي الصحراء. الآن بما وصف الجبل، بما وصف الشاعر هذا الجبل؟ وصفه بالوقار. لاحظوا، قال وقور، وقور يعني الجبل وقور. وكذلك وصفه بالتفكر في العواقب، فهو طوال الليالي مفكر، الجبل يفكر في العواقب. السؤال الرابع: ما المتناقضات التي أخبر بها الجبل الشاعر؟ الآن كأنه حدث خطاب وحوار ما بين الجبل وما بين الشاعر. الآن ما المتناقضات التي أخبر بها الجبل الشاعر؟ الآن شبه الشاعر الجبل بالإنسان الذي يخاطبه. وكيف كانت نهاية هؤلاء جميعا؟ استفد من البيتين الثالث والخامس. الآن عندما قال أنه لجأ إليه القاتل، الجبل يخاطب الشاعر ويقول أنه لجأ إلي القاتل، القاتل أتى إلى الجبل، وسكنه المتعبد لله التائب. لاحظوا هنا يوجد تناقض، قاتل هو الذي يقتل الناس، وتائب الذي يتوب من الذنوب، فهنا يوجد تناقض ما بين هذه وهذه. الآن وكيف كانت نهاية هؤلاء جميعا؟ يعني كيف كانت نهاية القاتل ونهاية التائب؟ كانت نهايتهم جميعا الموت كما ورد في البيت. الآن السؤال الخامس في قول الشاعر: طوتهم يد الردى. صورة جمالية. وقلنا حينما تسألون عن صورة جمالية يعني عن التشبيه. الآن شبه الشاعر الموت، لاحظوا طوتهم يد الردى. والردى ما هو الردى؟ الردى هو الموت. الردى هو الموت. فالشاعر هنا شبه الردى وهو الموت بإنسان له يد، لاحظوا يد الردى. أو شبه الناس بسجادة تطوى. إذن طوتهم، من هم طوتهم؟ يعني الناس. فهل الناس يطوون؟ لا، ولكن شبه الناس بالسجادة التي تطوى. السؤال السادس: تخيل الشاعر الجبل شخصا يتحاور معه كما قلنا في البداية. استخرج من الأبيات السابقة لفظتين تدلان على ذلك الحوار ما بين الشاعر وما بين الجبل. أصغت إليه يعني استمعت إليه، يعني شبه الجبل بالشخص الذي يستمع إليه. حدثني، الجبل لا يتكلم، وإنما هذا يدل على أنه شبهه بالشخص الذي يتحدث. وأيضا قال: كنت مر بي بظلي أبقى أودع. فهذه كلها كلمات تدل على الحوار ما بين الشاعر وما بين الجبل. السؤال الثالث الآن: التطبيقات اللغوية. نص، وهنا عندنا مجموعة من الأسئلة. استخرج من الفقرة السابقة ما يلي: جمع مؤنث سالما مجرورا بحرف الجر. لاحظوا معي هنا
كلمة في الجامعات. الجامعات المفرد الجامعة، والجامعات هي جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، عفوا. إذن الجامعات جمع مؤنث سالم وسبقت بحرف الجر الفي. إذن هذه إجابة السؤال ألف. مثنى، نريد أن نستخرج مثنى وبين علامته الإعرابية. المثنى الذي ورد معنا هنا كلمة زمرتين. زمرتين هذه مثنى، والمفرد زمرة، المثنى زمرتين. الآن ما هي العلامة الإعرابية؟ الياء. نقول عنه هذا اسم مجرور بالياء، اسم مجرور بالياء لأنه مثنى. إذن هذه الإجابة تكون إجابة باء. الآن جيم جمع مذكر سالم، استخرج جمع مذكر سالم. كلمة المبعوثون. المبعوثون مبعوث مفرد، المبعوثون جمع مذكر سالم. السؤال الثاني الآن الإعراب. أعرب الكلمات التي تحتها خط في الفقرة السابقة إعرابا كاملا. هذه هجرة كانت في النص مسبوقة بحرف اللام. هي اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة لهجرتي. أما تخدم كانت في النص مسبوقة بكي، وكي هي من حروف النصب، كي تخدم. فنقول تخدم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتحة. السؤال الثالث أضبط، وقلنا معنى أضبط يعني ضع الحركات على الحرف الأخير، أواخر الكلمات بين القوسين. الكلمة الأولى الخبراء في النص وردت، وقلنا دائما انتبهوا إذا أردنا أن نضبط ونضع الحركات على الحرف الأخير يجب أن ننظر إلى موقع الكلمة في الجملة. فلاحظ هنا ويعزو الخبراء. يعزو فعل، والخبراء تكون ماذا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذن كيف عرفنا أنه يوجد ضمة؟ من خلال موقع الكلمة في الجملة. الآن بعض الدول. الدول مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، بالتالي نضع كسرة. السؤال الرابع تخير الصواب فيما يلي. قالت العرب كل فتاة بأبيها أو أباها أو أبوها أو أبواها معجبة. كل فتاة بأبيها معجبة، لماذا؟ لأن أبيها من الأسماء الخمسة، أبيها من الأسماء الخمسة، وبالتالي تكون هنا مجرورة وعلامة جرها الياء، لأن الأسماء الخمسة تجر بالياء وترفع بالواو وتنصب بالألف، فهنا باء حرف جر، بالتالي نقول بأبيها. والسؤال الثاني قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لفظ الجلالة الله يعرب، هل هو نعت مجرور أم اسما مجرورا بفي مضافا إليه مجرورا توكيدا مجرورا؟ لاحظوا في رسول الله، رسول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور. سؤال خامس أكمل الجدول التالي مع الضبط. الضمير الماضي هنا معنى الضمير أنتن وهن. الآن الفعل أنتن وجدتن في الماضي، في المضارع نقول أنتن تجدن، أنتن تجدن. الآن هن في المضارع نقول هن يسرن، لكن في الماضي هن سرنا، هن سرنا. الآن سؤال الإملاء والترقيم معنا هنا الفقرة. ضع علامة الترقيم المناسبة بين القوسين. نأتي هنا تذكرت في تلك اللحظة كل ما سمعته، فاصلة تفصل بين الجمل. هنا في السيارة لأن، لاحظوا لأن دائما إذا جاء بعد القوسين لأن أو اللام السببية نضع فاصلة منقوطة. وهنا تساءلت في نفسي نقطتين. انتبهوا إذا رأيتم تساءلت، تساءلت، تساءلوا، قال، يقولون، قل، قالوا، دائما نضع نقطتين رأسيتين. ومتى، لاحظوا ومتى سينجلي هذا الموقف علامة استفهام، لأنه هنا عندنا سؤال بمتى. الآن استخرج من النص السابق كلمة بها همزة متوسطة على الألف. الهمزة المتوسطة على الألف
لاحظوا معي هنا كلمة وقرأته، تذكرت في تلك اللحظة كل ما سمعته وقرأته، الهمزة هنا على الألف. والثانية واو، همزة متوسطة على الواو، لاحظوا هنا كلمة الرؤية، الرؤية الهمزة المتوسطة على الواو، ونريد همزة متوسطة على السطر، هذه هي تساءلت، الهمزة هنا متوسطة على السطر، على السطر يعني لم تكتب على الواو ولم تكتب على الياء ولم تكتب على الألف. السؤال التالي، تخير الإجابة الصحيحة. أبناؤنا، أكبادنا تمشي على الأرض، ما هو الرسم الصحيح لأبناء للهمزة؟ هل هي على النبرة، على الواو، على السطر، أم على الألف؟ الإجابة هي أبناؤنا. لماذا رسمت على الهمزة؟ لأن الهمزة هنا مضمومة. كان البحر وراءنا يضج بأصوات السفن، وراءنا، ما هو الرسم الصحيح للهمزة؟ ترسم على السطر. لماذا؟ لأن الهمزة مفتوحة ويوجد قبلها ألف ساكنة. السؤال الرابع، أكمل الفراغ من حالات كتابة الهمزة على ألف، كتابة الهمزة على ألف هكذا، وتمثلها كلمة دأب، هي أن تكون الهمزة ماذا؟ مفتوحة. لاحظوا داء، الهمزة مفتوحة، وما قبلها مفتوح، أيضا الدال مفتوحة، أو مفتوحة بعد فتح، يعني الهمزة مفتوحة بعد فتح. وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.